السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ أم أسامة. قبل ما نبدأ غنقول لكم مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم ديال من معسلات رمضان غنقدم لكم حلوى ديال السبولة وبوشنيخة، كتجي هشيشة ومقرمشة بطريقة سهلة. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو على بركة الله. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق فورص، عندي هنا واحد الساشي ديال الزهر، عندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، عندي هنا 250 غرام ديال الزبده مذوبه، عندي معلقه كبيره ديال الخل ومعلقه كبيره ديال النافع وشويه الملحه، وعندي نص كاس ديال الماء الزهر والحليب باش غنجمع العجينه. غنبداو على بركه الله. غنضيف الخميره، غنضيف الساشي ديال الزهر، ندير هنا النافع معلقه كبيره تاع النافع، ندير هنا الملحه، غندمج هاد العناصر، غندير الزبده دابا غندير الزبدة، نحاول ندخل الزبدة في الدقيق ديالي. دابا غنبدا نضيف العناصر السائلة، دابا غنضيف الخل، غنضيف نص كاس ديال الماء الزهر، ونبدا نعجن بالحليب، حليب دافي، غير دافي شوية، الحليب اللي غيجمع لينا، ما ديتها ما قياس، غير اللي يجمع لينا العجينه. صافي انا دابا غنستمر الحلقه تندلكها مزيان ونتلاقى معكم ان شاء الله. دابا هاهي دلكتها، غنديرها في بلاستيكة تسرح ترتاح شي شوية عاد غنبدو نخدم بيها. هي ترتاحت، دابا غادا نقطعها. ندوزهم كاملين بحال ما هكذا عاد نتلاقى معاك. دابا غنبدا نورق فيها تاني. دابا الا لاحظتوا انها كتلصق لكم شي حاجه كنديروا شويه نشا، شويه ماء زين فوق الطاوله ديال العمل ديالنا، غندير شويه نشا غير باش نتفاداو العجينه تلصق، رغم انها ما كتلصقش بزاف. نورقها تاني، هيا نقسم هاد القسمة على جوج، ندوزو في الوراقة، غندير في الرقم جوج بعدا هو الأول، عاد غنديرها في الرقم ربعة. هيا
هذا الدوزه في الرقم 2. دابا غندوز الدوزه في الرقم 4. كله على حساب الماكينه اللي عنده باش كتبدا الارقام ديالو على حساب الرق ديال الارقام ديالو. انا غندير في الرقم 4 باش تجيني شويه رقيقه ما بقاش تجيني غليظه، حيت الحلوه السبوله وحده كتجي فوق وحده خاصها تكون رقيقه. ها هي العجينه خفيفه وزوينه، نخليها في العجن وندير الاخرى. ها هي دابا هاي العجينه دابا عندي واجده، غدا نصيفها كل واحد على حساب الحجم اللي بغا حلوه السبوله ديالو. انا غنديرها شويه صغيره بين وبين، ماشي صغيره ثاني. هادي غنديرها بحال ما هكذا، نخليها باش تجيني مرقه. هكا غندير جوج صبعان. غنشد هادو غنفتحهم من الوسط، ما نوصلش للاخر غير في الوسط بحال هكذا. ونبدا ندير وحده فوق وحده، اللي بغى يدير جوج ثلاثه او اربعه، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. انا غندير ثلاثه بحال ما هكذا، هما هاي غنفتحها اللويه بحال ما هكذا. ها هي السبوره ديالتي واجده، غنحطها نوجدها على جنب. نعاود واحدة أخرى تاني، هيا هيا صافي. انا غنكمل بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي. اما النص الاخر ديال العجينه غنديروا لكم حلوه ديال البشنيخه. هاي دابا العجينه ديالتي درتها في الجهات اللي كتخرج لينا هاد الاشرطه هادو، حاولوا نقادوهم باش يجونا كلشي مقادين بحال ما هكذا. نعاود وحده اخرى باش عاد نبدا نخدم في هاد العجينه. راني ورقتها في الرقم 4، عاد كندير فيها عاد كندير لها هاد في الاله ديال السباكيتي. هاي دابا مقادة،
وكنديرو على حساب العرض ديال اي واحد اللي بغيتي انت، اللي بغيتي العرض اللي بغيتي كان انا غنقص منها شي شويه باش ما تجينيش غليظه بزاف. نخلي على هذا القياس هذا بحال ما هكذا. ها هي هيا نورك على هنا، غنقرصها هنايا، القرص تاني هنايا كندير بحال هكذا. شوف القياس اللي ديال اي واحد اللي بغى القياس ديالو يديرو، انا هكا مناسبني بزاف. هو غنجي موز ونقطع هاهي دابا، نحاول نحلها شي شوي. هاهي ندير صورة أخرى، نقص منها. سهل هذه العملية، كتجي كتوجد معنا هذه الشباكية ديال السباكيتي البشنيخة هذه. دابا انا غنستعمر نكملهم كاملين. دابا انا كملت هذه السبحلوه السبوله ديالي، دابا غنبدا نقلي فيها. اما بشنيخه حتى هي راه كملتها، نوريها لكم. هاي البشنيخه ديالتي حتى هي كملتها. دابا غنبدا في القليه. دابا سخن الزيت، خصني نقص منه باش ما تحرقش ليا الحلوه ديالتي. بسم الله. العسل ديالي دابا واجد، راه بارد ما سخنتوش، نخليه بحال ما هكذا ونرمي فيه الحلوه ديالتي سخونه. دابا هي تحمرات، دابا غنحيدها، خدات هذا اللون الذهبي ديالها، غنحيدها دابا من المقله باش ندير واحدة أخرى تاني. نبقى مستمرة في هاد العملية تنكمل كلشي داكشي لي عندي. خليها تسقط شي شوية من الزيت عاد غرميها في العسل. على ما رميت القلية الأخرى غادي خليها تسقط شويه. دابا غنرميها في العسل، ها هو العسل ديالي. خليها تعسل شويه شويه، العسل قاصحه اللي كتكون بارده كيكون قاصح، وين يعيش شويه غادي يبدا يسخن. نحيد في هذه من العسل باش نرمي الاخرى. نديرها في كسكاس ديالي.
بشنيخة، غنبدا ندير في البشنيخة ديالي تاهي. غير يذهب اللون ديالها ونحيدوها، ما نخلوهاش حتى تحرق لينا، حتى شويه يذهب اللون ونحيدوها. دابا غنبدا نحيدها من الزيت، نديرها في العسل. شوف بحال ما هكذا غيذهب اللون ديالها، كتبقى شاده في دوك الخبيطات ديالها، ما كيتحلوش. ها نتوما دابا غنحيدها، ها اللون ديالها كيدير. نحيد وحده وحده باش ما يتهرسوش ليا. غندير قالية اخرى وندير هذه في العسل. ندير وحده اخرى قبل ما تسقط راس، عاد نديرها في العسل. هذه غنديرها في العسل، هاي تسقطات لي غنديرها في خليها تعسل. دابا غنحيد هادي من العسل باش تكون الاخرى. انا غنكمل بحال ما هكذا، تنكمل هاد الكميه كامله ونتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالها. هادي هي النتيجه النهائيه ديال الحلوى السبوله ديالتي، ها هي واجده دابا، والبشنيخات حتى هي هي واجده. نتمنى تعجبكم، راها ساهله ما فيهاش شي مقادير كثار. هانتوما غتشوفو معايا، شوفو معايا حتى كتجي مجعبة الشباكية ديال هاد السبولة هادي، شي حيت ورقتها كتجي مجعبة، كتجي مرقة وشاربة العسل ديالتها تاهي. كذلك بالنسبة للبشنيخة تاهي، هاهي جات هفتية ورطبة وزوينة. هاهي نتمنى تعجبكم. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناة للمزيد من الوصفات، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وشكرا.